كابتن طاهر، الو، مساء الخير. مساء الفل عليك، اهلا بيك. الف مبروك عليك. ميدو، ازيك؟ ازيك يا ميدو؟ اهلا بيك. ازاي كابتن؟ معايا كابتن شريف عبد المنعم، كابتن ربيع ياسين، كابتن اسامه عرابي. عرابي وربيع ياسين. كابتن طاهر، كابتن طاهر الله يخليك. خليني مبروك. بس يعني في البدايه، ازيك يا معالي الوزير؟ كابتن ربيع، عايش يا معالي الوزير. والله والله انتوا وحشين، انا شايفكم دلوقتي وكانكم معايا. الله يخليك. اتفضل يا كابتن. ببارك لكم كلكم طبعا. الحمد لله. وببارك لجماهير النادي الاهلي واللاعبين ولجهازه الفني والمجلس ادارته. هي النهارده انا برضو بعتبره يوم تاريخي. اكيد. النهارده النادي الاهلي في الحقيقه تغلب على كل الظروف الصعبه. عايز اهني تحديدا حسام البدري في الحقيقه اللي تحمل ظروف صعبه جدا جدا في غيابات لم تحدث من قبل في المباريات الهامه. بالظبط. وقدر ان هو في الحقيقه يتحمل المسؤوليه وتحت ضغط ظروف صعبه جدا ان هو يعمل نتيجه تاريخيه ويبعت زي بيقولوا ايه كارت ارهاب مبكر. وانا بعتقد ان بالنتيجه دي ان شاء الله النادي الاهلي بيحط يعني القدم الاولى في كاس العالم للانديه ان شاء الله. يا رب يا كابتن. نتيجه النهارده دي في الحقيقه هي رساله بالتاكيد لاخواننا المغاربه ان النادي الاهلي ان شاء الله مصمم باذن الله على الاحتفاظ بالبطوله دي ان شاء الله. فكل التهنئه لجمهور النادي الاهلي، لنجومه، لجهازه الفني الرائع اللي في الوقت اللي بيبني فيه فريق في الحقيقه بيحقق فيها انتصارات. عايز احيي مجلس ادارته في الحقيقه اللي صبر على هذا الفريق واستطاع انه يقدم لجماهير النادي الاهلي فريق للمستقبل برغم كل الغيابات دي. اعتقد طبعا النجوم اللي معاك يا ميدو كلهم يقدروا اكيد يعبروا عن يعني ايه فريق بيلعب وهو ناقص هذا العدد من اللاعبين. اكيد يا كابتن. كل التهنئه ليكم، كل التهنئه لجماهيرنا، كل التهنئه عايز اقول لكل محب النادي الاهلي في الوطن العربي. يعني الحمد لله كابتن طاهر، يعني ما انش الاوان بقى ان انت تيجي تهني الناس في القناه يا كابتن طاهر. طبعا طبعا. لا طبعا بالعكس، شيء سعيد ان هيحصل ان شاء الله قريب جدا. وعايز اقول النهارده النتيجه دي هي ان شاء الله يعني زي ما بيقولوا ايه، هي القدم الاولى لفريقنا العظيم في كاس العالم للانديه ان شاء الله. يا رب يا رب. بس انا معلش بقى، انا يعني ما بصدق بصراحه اكلمك يعني فرصه. انا عايز اخد من حضرتك وعد تجيلنا يعني اليومين اللي جايين دول ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طب امتى امتى؟ لا خلاص، وعد ان شاء الله نكون معاكم باذن الله. واحنا الاسبوع اللي جاي ان شاء الله يكون المباراه الاولى في النهايه، هتكون في ملعبنا. ان شاء الله نكون على موعد معاها كده، نحاول ان احنا نكون متواجدين ان شاء الله معاكم قبلها او بعدها. وباذن الله بنفس الروح دي وبنفس التهنئه وبنفس النوايا الصادقه لجميع الاهلاويه المحبين وليس المشككين او الانتهازيين هيتحقق الفوز للنادي الاهلي ان شاء الله. يا رب. وهنعوض ما تمر به مصر في الحقيقه من احداث حزينه. يا رب. يكون النادي الاهلي باذن الله صاحب فرحه وان كانت رياضيه، انما اكيد مصر بتحتاجها في هذه الظروف الصعبه الحزينه. فليكن الاهلي دائما هو صاحب الابتسامه. الله. على المصريين ان شاء الله. الله، كلام جميل جدا ومميز جدا. كابتن طاهر، دوافع الست اهداف اللي حضرتك شفتهم يعني من وجهه نظرك كانت شكلها ايه؟ هو طبعا في البدايه اعتقد ان الهدف المبكر جدا اللي احنا احرزناه اعتقد انه ده سبب الارتباك الرئيسي في صفوف نادي النجم. اعتقد الهدف وتوقيته وشكله وايضا عايز اقول تواضع حارس المرمى فيه. اعتقد كل ده ادانا الثقه واضاف لهم احباط شديد جدا. عايزين نقول ان نقطه التحول في الحقيقه في المباراه هي الهدف الاول. اكيد. النهارده طبعا في متغير جميل جدا كلنا سعداء بيه، وليد ازار، وهو في الحقيقه التوفيق الشديد جدا لوليد ازار، سواء من ناحيه احراز الاهداف او صنع بعض الاهداف. بالظبط. ده شيء جديد ويسعدنا في الحقيقه، برغم ان احنا كنا غير راضيين عنه في الفتره اللي فاتت. انما عندما يعود راس حربه تعود له الثقه في النادي الاهلي، اعتقد ان ده مركز حساس ومهم جدا. مهم ان يكون اكتسب الثقه، مهم جدا ان يكون واقف على رجله زي ما بيقولوا، لان يعني لو اتكلمنا على مكسب المباراه
إضافة ليها مباشرة هو أن أنت كسبت رأس حربة في الحقيقة كان فاقد الثقة وكان غايب عن الأهداف. أعتقد أمر إيجابي جدا أنه يعود بنفس الشكل، برغم أن أنا كان ليا رأي فيه فني قبل كده، إنما أنا سعيد بأن هو عادت لي الثقة. أتمنى أنه يستمر، أتمنى أن ما تكونش مباراة النجم عابرة، بتمنى له كل التوفيق ولزمايله إن شاء الله، وبتمنى لكل المصابين إن شاء الله سرعة الشفاء، لأن وجودهم أعتقد في النهائي هيبقى وجود مهم جدا. والنهاردة بتمنى برضو الأكثر من لاعب خرج مصاب إن إن شاء الله تكون الفترة الجاية هي عودة ليهم لاكتمال الصفوف، وبتمنى إن شاء الله أن يكون يعني الحمل التدريبي في الفترة اللي جاية يعني يكون بحساب نظرا لتوالي المباريات، لأن ده بالتأكيد مباراة النهائي مفترض إن احنا نكون مستعدين ليها بإذن الله بدنيا أكيد. وفنيا ونفسيا على أعلى مستوى إن شاء الله. أكيد. يعني آخر سؤال ليك كابتن طاهر، تواضع مستوى فريق النجم الساحلي، هل هو من مستوى الفني أو مستوى الفني حضرتك شايفه كده، ولا كان من قوة وتركيز النادي الأهلي؟ أنت عايز الحقيقة يعني؟ عظمة جمهور النادي الأهلي، الله والله عظمة جمهور النادي الأهلي دي بتصدر إحباط وخوف ورعب لأي فريق أيا كان مستواه. أنا أعتقد إن الشكل الحضاري لجماهيرنا ومؤازرتها لفريقها وتشجيعها الجنوني العظيم وحبها لهذه القلعة العظيمة، أعتقد إن دي من أهم الأسباب الرئيسية اللي صدرت الرعب للاعب النجم الساحلي. أعتقد إن ده السبب الرئيسي الحقيقي. الله كابتن بصراحة يعني أحلى تعبير وأحلى كلام يعني بصراحة. الوزير أنا ببارك لكل نجومك اللي عندك دول، وهم طبعا يعني أقول لك إيه حبايب القلب يعني، ودول من النماذج المشرفة لأولاد الأهلي الحقيقيين اللي بيحبوا النادي الأهلي وبيتمنوا له الفوز حتى وإن لم يكونوا في موقع المسؤولية. فأنا بهنيهم وبتمنى لكم حلقة سعيدة إن شاء الله يا ميدو. أنت اللي كنت نجم كبير كمان، وحضرتك حبيب قلب الكل برضه يا كابتن طاهر يعني. شكرا يا ميدو. لا دي حقيقة دايما كده حقيقة، أنت إضافة للإعلام وإضافة لقناة الأهلي، نتمنى لك التوفيق وإن أنت تستمر يعني بهذه الجودة والوضوح إن شاء الله. ده شهادة على دماغي من فوق أعتز بيها كابتن طاهر. كابتن طاهر وزير يعني نجم مصر السابق والوزير الأسبق للرياضة، شكرا جدا جدا لحضرتك. يعني كابتن شريف عايز أسألك سؤال، يعني مش عارف هو محرج شوية ولا إيه، يعني تفتكر النادي الأهلي